اختتمت مباريات دوري ال16 لبطولة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمواجهتين. الأولى شهدت تأهل فريق النصر على حساب فريق اليرموك وبهدفين نظيفين. أما في المواجهة الثانية والتي امتدت للأشواط الإضافية، تمكن فريق كاظمة من حجز بطاقة العبور للدوري ربع النهائي بعد أن أقصى فريق السالمية وبهدفين مقابل هدف. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي. ختام دور 16 لمسابقة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بدأ بمواجهة كانت مرتقبة ما بين فريق النصر وفي الجانب الآخر اليرموك، والذي يدخل مباراته من دون وجود أي محترفين بسبب تأخر إصدار الموافقات لمحترفيه. وسريعا النصر قدم نفسه بقالب كروي متطور واستطاع من خطف بطاقة التأهل بعد أن زار شباك اليرموك بمناسبتين، الأولى عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مشاري العازمي، وعاد نجم المباراة المتألق مشاري العازمي ليسجل هدف الاطمئنان بالوقت بدل الضائع معلنا تأهل النصر للدور ربع النهائي لدرة الكؤوس وأغلاها. أما عن استاد صباح السالم بالنادي العربي، فجاءت أحداث مواجهة السالمية وكاظمة مثيرة وحماسية. تقدم البرتغالي أولا عن طريق حمد الحربي وبرأسية متقنة حركت المياه الراكدة بالمواجهة وأشعلت المنافسة. السالمية بدوره لم يستسلم واستطاع من تعديل النتيجة باللحظات الأخيرة عبر عبد الله الظفيري، فارضا بهذا التعادل الذهاب بالأشواط الإضافية. كاظمة المنظم الأخطر حسم الأمر بهدف حمل أمضاه محمد صفر لتنتهي بعدها المواجهة بهدفين لكاظمة مقابل هدف للسالمية. هارد لك لنادي السالمية، لعب مباراة كبيرة، قلت لك للاعبين الأبطال اليوم تغلبنا على ظروف طرد في الشوط الأول، إصابة عقيل الهزيم، إصابة طلال عجمي أثرت علينا، يمكن ما عندنا حلول هجومية، المدرب حاول كثر ما يقدر يسكر الأماكن في النكس. اليوم لعبنا مباراة بطولية 120 دقيقة قدرنا ناخذ المباراة، لكن اليوم راح نهائي في دور الثمانية وفي قبل النهائي وفي النهائي، احنا راح ناخذ كل مباراة بروحها ونركز عليها وإن شاء الله اللي الله كاتبه بيصير ان شاء الله. احب اشيد باخواني اللاعبين اللي للامانه كانوا رجال داخل الملعب رغم ظروف مباريات من خلال الطرد، يمكن حافظنا على النتيجه لدقيقه 85 باخر خمس دقائق تعادلوا معنا نادي السالميه، ولكن كانوا رجال وعلى قد المسؤوليه داخل الملعب، والحمد لله هذا 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 المجهود يعني توجوه في التاهل للدور القادم ان شاء الله. وبذلك يخطو كاظمة خطواته الأولى نحو المنافسة على اللقب لينضم مع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية، النصر والكويت والقادسية وخيطان والجهراء وبرقان والعربي. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.